منحت أرض من الحكومة وأخذت الأرض في حوزتي حوالي 4 سنين لم أزكيها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ إذا منح الإنسان أرضا للحكومة وهي الحكومة وحازها أو اشتراها من زيد أو عمر وحازها فهو بين أمرين، إن نواها للتجارة والبيع والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية حسب قيمة أول من الخبرة يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج العشر، زكاة العشر في الذهب والفضة وهو التجارة وفي الحبوب والثمار نصف العشير إذا كانت بمؤونة كالذكاء ونحوها، وفيها العشر سهم العشرة إذا كانت بغير مؤونة كالتي تسقى في الأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ينظر في ما لديه من الأراضي وغير الأراضي، فإذا كان أراضي بها الزكاة أراضي بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها أولا، ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل 100 إلى نصف كل 25 ربع العشير في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن، وعروض التجارة من الأراضي والسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء أولا، إذا كان عروضا فإذا قومه أخرج زكاة قيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين الحول. الحال الثاني يكون ما أراد بها البيع، إنما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت للأحجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة، أن فيها زكاة ليس فيها زكاة لأن ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتها ودكاكين وأجرها يزكي الإجارة يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول كما يزكي الأموال التي عندها الأخرى.